لم تكتفي الميليشيات الحوثية من تدمير الحاضر، بل امتد عدوانها إلى طمس معالم التاريخ من خلال تدمير ونهب أكثر المواقع والمقتنيات الأثرية في تعز. كاميرا قناة اليمن اليوم تسلط الضوء على واقع الآثار المنهوبة والمدمرة، ولتكن البداية من المتحف الوطني. يحتوي المتحف الوطني بتعز على ما يقارب من 35,000 قطعة أثرية، وهو ما جعله عرضة لنهب الميليشيات الحوثية. وفور اندحارها من المتحف ومحيطه سرعان ما ركزت الميليشيات قصفها المتكرر عليه، ما نجم عنه تدمير كبير لأجزاء واسعة من المتحف وعملية إحراق طالت عدد كبير من المخطوطات والقطع الأثرية والمنحوتات والمقتنيات الثمينة. بفعل القصف المركز للميليشيات الحوثية، فإن عدد آخر منها تعرض لعملية نهب وسط كبيرة ومنظمة. المتحف الوطني في مدينة تعز تم استهدافه بشكل مباشر من قبل ميليشيات الحوثي. هذا تسبب في إحداث فجوة عميقة في المتحف الوطني، في تدمير المبنى بشكل كامل. تسبب في نهب وإحراق عدد كبير من الممتلكات الثقافية في المدينة. المتحف الوطني عانى من الدمار والويلات لمدة 5 سنوات. الحال كذلك في قلعة القاهرة التاريخية، فمنذ اللحظات الأولى لسيطرة الميليشيات الحوثية على قلعة القاهرة واتخاذها موقعا عسكريا لها، بدأت عملية النهب والسطو المنظم لمحتويات المتحف الأثرية. وبعد مغادرتها القلعة جعلتها هدفا لقصف مباشر طالها كمبنى ومتحف ومحتويات أثرية، ملحقا أضرار كبيرة في القلعة. الحرب دائما هي عدوة كل شيء جميل وكل شيء تاريخي. الآثار، آثارنا في تعز تعرضت لتدمير ممنهج ولنهب أيضا ممنهج من قبل ميليشيا الانقلاب. ما لم يستطيعوا أن ينهبوه تناولوه عبر قصفهم وتدميرهم قلعة القاهرة، الأشرفية، المتحف الوطني الذي أحرق وأتلفت كثير من الأشياء التي لا تقدر بثمن. ولا يختلف الأمر كثيرا فيما يخص متحف قصر الصالة الذي تعرض للقصف والنهب وفي طريقه للسقوط والاندثار، حال المتحف الوطني الذي تعرضت أجزاء كبيرة من واجهته الأمامية للسقوط خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة الإهمال الحكومي الذي لا يقل جسامة عن جرم قصف وتدمير الميليشيات. طبعا تعاني بشكل عام المآثر والمعالم الدينية والمواقع الأثرية في محافظة تعز إلى حالة إهمال وتدهور و يعني حالة انهيار تام. هناك تقصير كبير من الحكومة والسلطة المحلية، وذلك لعدم توجهها في أعمال الترميم. الشيء الذي زاد من معاناة المعالم الأثرية. هكذا يحاول الإماميين الجدد بسعي دؤوب إلى طمس أجزاء كبيرة من تاريخ اليمن الجمهوري، غير مدركين إن الإمامة تولت ولن تعود. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز.